خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمت؟ قرشه ملحه البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قرش ملحتي كده ليه؟ بس سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جرى ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرح يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها ابوك مستقصدني في الروحه وفي الجايه. انت اللي مستقصده البيت، حرام عليك يا شيخ، حرام عليكي، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جري يا سعيد، بنتي وبواعيها، بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوع عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح، انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي. مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو ظبطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش بتقلع على الساعه بتاعتك. حاضر. هي كلمه، انا قلت هتتجوز دياب، يعني هتتجوز دياب. مش هتجوزه يا عمي، ولو اتطبقت السما على الارض هكسر لك راسك الناشفه دي. انت عايز تفضحينا من الخلق؟ انا قلت كلمه ولا يمكن ارجع فيها. ما عندناش حريم تكسر كلام رجاله، فاهمه؟ يا عمي انا مره ب 100 راجل وانت عارف كده كويس، ولا نسيت انا جابت مين؟ انا بنت كبير الطراشنه، الله يرحمه. الله يرحمه يا ستي ويرحمنا منك عاد. اسمعي، انا الكبير دلوقت، والكلمه كلمتي والشوره شورتي، وكلمتي لازم تتنفس. اسمعي كلام عمك يا بنيتي، ما تنشفيش راسك وموال. يا حكمت، دياب ده زن الرجال وملوى هدومه، والف واحده تتمنى التراب اللي بيمشي عليها. انا قلت اللي عندي، ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش. يا بنت الحلال، الجوازه دي هيترتب عليها مصلحه كبيره بيننا وبيناتهم. وانا لعبه في يدكم تقضوا بيها مصالحكم بعدين ترموها؟ مش كفايه ورث ابويا اللي حرمتني منيه؟ وبعدين في الكلام اللي يفور الدم ده. استهدي بالله يا حكمت وعدي الليله دي على خير. عمك صادق في مقام ابوكي وبيدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحته هو؟ قسما عظما لما اتجوزت دياب لتخك عيارين وتاوي جدتك وخلي الدبان لزرك ما عارف ليك يشترك جره. اتفضل اتفضل يا سيد الناس، اتفضل. نايم؟ فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر، ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي، الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا واد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاقات اللي انت لابسها دي؟ فين يا هذه اللاسه والجلابيه؟ دي هدوم فرانجي روشه لزوم العشاء في مصر. والنعمه الشريفه نضيفت يا ابن بتع الكتعه. وايه جزايز الخمره دي كلها؟ دي اهدي اهدي، دي كلها تخص سيدياب. سيدك دياب ده كان جالبها مسخر عاد. ده طيب انا خشش له. لا يا سيدي الناس، لا لا يا سيدي جابر، ابو سيادتك لا، ده يموتني يقطعني قطيع. قبري يلم العفش افهم، يقطع قطيع ليه افهم. اصله يا واحدة هاي، اصل عنده ضيوف. ضيوف؟ بيقابل الضيوف في اوضه النوم؟ ايوه ده الحاجة بتاعه، سيدي دياب بيقابل كل الناس في اوضه النوم الا قرايبه. لا حول ولا قوه الا بالله، انا خشش له. سيدي جابر، سيدي جابر لا، انت على هنا ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ وبعدين اخوه ومتوحشه وقريب يشوفه، انت ايش اخششك؟ ايه جابر، خبر ايه؟ حصلت حاجة؟ حصلت حاجة؟ النهارده فرحك يا عريس، قوم احنا بقينا بعد العصر، نسيت اياك.
هسا كيف؟ ما انا هاي جابر بجهز نفسي. قوم استر نفسك وحصلنا على برا يا ولد ابوي. ديب انت بجد عريس وفرحك الليله؟ الليله وكل ليله يا عروس. يلا امي خدي لك شاور ونعنيش نفسك لما تشوفي الرجاله اللي برا. انا جيت. حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوه خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا جيه؟ ازيك لسه عمي. شويه. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. يا بختك عم ساهر. ايه رايك بقى الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرحه. انا مش عارف اليمامه دي هتتجوز قالب الطوب ده ازاي. طبعا مين يشهد للعروسه؟ شفتي شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها اجيب لها شوكولاته؟ كبرت وبقت عروسه. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي ابوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى ايه يا حسام؟ ما انت ابويا واخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عمله حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه عشان نشيل حركه الخصم ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني، وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه، انا كنت اعمل ايه؟ حبيبتي دي مش كده، الامر بيد الله. بقول لك ايه، من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني وطول الوقت اعصابي متوتره، انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. كهرباء؟ ما هي مباحث برضه. يبقى انت اكيد بتهرج يا امان، ايه ده؟ انا مش بهرج، انا ومالك مالناش غيرك، انت لو حصل لك حاجه احنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحه؟ ما تقولش كده يا زوز، انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا برضه زعلان. بطل دلع، تعالى. من راحة إمان. سوري. طب اهبط. أقول لك إيه؟ استنى. هو إحنا لازم نروح الفرح ده النهارده ولا أنت ليكي رأي تاني؟ لا ماليش، بس هنروح الفرح، بطل شقاوة. أنا ما صدقت إن ماما جاية تبات مع ملك. ده أنت عاملة حسابك ومرتبة كل حاجة أهو. يعني ما هي فرصة نخرج من غير ملك، إمتى آخر مرة خرجنا من غيرها؟ مش فاكر. طب بقول لك إيه، استنى بقى. عايزاك تساعدني أختار فستان. عندك أوبا ده اتفك. عندك الطويل والقصير. الصراحه الاثنين وحشين. روح شوفي مين. يلا روح شوفي مين. مش فاهم الحمير في اكل الجنزبيل. هفتح الباب. سلام. ايوه يا حاج.